أما يحفظ ضوء المشاريع التي يقوم البنك الدولي بمواكبتها حاليا بالمملكة تفوق قيمتها 7 مليارات دولار، تعكس الالتقائية الدائمة بين تدخلات البنك الدولي وأولوية حكومة المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. تعكف الحكومة المغربية منذ أكتوبر 2021 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مباشرة إصلاحات ذات أولوية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، حيث تمثل هذه القطاعات 36% من حجم المساهمة الجارية للبنك في دعم المشاريع بالمغرب. يدعم البنك الدولي أيضا الأولويات الحكومية الأخرى سواء في القطاعات الحيوية منها الماء والفلاحة أو في مجالات الحكمة والانتقال الرقمي على وجه الخصوص. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.